خلطة من هنا للعيد راح تشوفون نتائج فظيعة. نجيب ملعقتين من كريم لبان الذكر، الطريقة موجودة بحسابي، ملعقتين كريم فيتامين سي، ملعقتين من لوشن بابايا. طبعا جل السريد حسب الرغبة، نضيف ملعقة فقط، ملعقة زيت الورد، وملعقة من زيت اللوز المر. نخلط كل المكونات مع بعض ونحطها بعلبة يحفظ بالثلاجة، يوضع اليدين يوميا قبل النوم ثم يغسل صباحا. النتائج رهيبة. اذكروا الله في التعليقات وصلوا على رسول الله.